بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في قناتكم قناة التمريض والطب، ونقدم لكم بيان وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا، وهو كالآتي: الحالات الجديدة المصابة اليوم، إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم، عدد حالات الشفاء اليوم، إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم، حالات الوفاة اليوم، إجمالي حالات الوفاة حتى اليوم، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.